موجز الخامسة من التناصح، أهلا بكم. مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ المفروضة على ليبيا منذ عام 2011 لمدة عام آخر. وحذر ترامب في خطاب وجهه لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إلى خطر حالة عدم الاستقرار التي تعم ليبيا على الأمن القومي الأمريكي، مضيفا أن تمديد حالة الطوارئ جاءت لمنع استغلال أصول الدولة في إطالة أمد الحرب في ليبيا. وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة حماية الأصول من قبل الأشخاص الذين يعرقلون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركائه، مؤكدا أن خطر الحرب الأهلية في ليبيا سيظل قائما حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية. قال الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء إن المؤسسة ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من استتباب الأمن وفق قوله. وأكد الناطق باسم مؤسسة النفط في تصريح لوكالة رويترز إرسال فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في حقل الشرارة والتحقق من أن كل الفصائل المسلحة غادرت الحقل قبل رفع حالة القوة القاهرة. وأشارت الوطنية للنفط عبر ناطقها الرسمي إلى أن فرض منطقة حظر طيران من قبل ميليشيات الكرم على المنطقة الجنوبية قد يؤجل استئناف إنتاج حقل الشرارة لبضعة أيام. أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الشفارة حدوث نقص في إمداد المياه الثلاثاء والانقطاع على بعض المناطق بالعاصمة طرابلس بمعدل ضخ قل عن 320 ألف متر مكعب. وأشار المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي إلى أن النقص الحاصل في إمداد المياه ناتج عن فصل طارئ في التيار الكهربائي عن الحقل الشمالي، مما أدى إلى خروج عدد من الآبار عن الخدمة بسبب أعمال السرقة والتخريب التي تعرضت لها آبار الحقل. وأشار الجهاز إلى أنه تم إعادة التيار الكهربائي للحقل وتشغيل الآبار والبدء بزيادة معدلات الضخ تدريجيا لتعود المياه لمعدلاتها الطبيعية يوم الأربعاء. أكدت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود فرونتكس الأربعاء تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين العام الماضي عبر البحر باتجاه إيطاليا بنسبة 80% مقارنة بالعام 2017. وأوضحت بيانات فرونتكس أن عام 2018 شهد وصول أكثر من 27 ألف مهاجر مقارنة ب 118 ألف مهاجر في العام 2017، وهو المستوى الأدنى المسجل منذ عام 2012. وبحسب الوكالة الأوروبية فقد انخفض عدد المهاجرين المنطلقين من شواطئ ليبيا العام المنصرم بنسبة 87% مقارنة بالعام 2017، بينما تراجع القادمون من الجزائر بمقدار النصف تقريبا، في حين ظل حجم المغادرة من تونس دون تغيير تقريبا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.